وتزامنا مع انعقاد القمة 29 للاتحاد الأفريقي، فقد عقدت منظمة السيدات الأول بأفريقيا الأوبداس اجتماعها الدوري بمشاركة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. تقرير رشاد حسن طه للمرة الثانية. شاركت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في اجتماع تجمع السيدات الأول بأفريقيا لنضال ضد السيدة الأوبداس، جلسة عمل تباحثنا خلالها السيدات الأول بأفريقيا موضوع صحة الإنجاب وختان الفتيات والزواج المبكر، بالإضافة إلى محاربة مرض السيدة من خلال الجلسة التي استهلتها السيدة الأولى لدولة إثيوبيا، والتي قالت فيها إن أفريقيا يجب عليها العمل والسعي من أجل محاربة العادات الضارة التي تعيق صحة الأم والطفل وختان الفتيات والزواج المبكر. وثمنت السيدة الأولى لدولة إثيوبيا على الدور الذي تقوم به سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في مجال صحة الإنجاب وحماية القاصرات، مطالبة نظيراتها بأن يكون ما تقدمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو نموذجا لهن في مجال حماية الأم والطفل وصحة الإنجاب وحماية القاصرات. أما اجتماع تمكين المرأة والأعائد الديمقراطية الذي دعت إليه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أكدت فيه بأن تمكين المرأة مهم للقارة الأفريقية، كما يساهم في تنمية ورعاية مشاريع منطقة الساحل ومواجهة كل التحديات التي تقف أمام مستقبل الفتيات وخلق فرص عمل وتعزيز العائدات التنموية التي تمكن المرأة لدراسة النتائج المساهمة في مجالات الاقتصاد وبرامج التعليم ومكافحة العنف بمختلف أنواعه. مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بغرب ووسط أفريقيا أبدأ عن سعادته لما تقوم به سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو من جهود لصالح مواطني بلادها وأفريقيا، مشيرا إلى الأزمات الديمقراطية التي تطغى على دول القارة الأفريقية، مطالبا بفتح مدارس ومستشفيات. وختاما، اتفقنا السيدات الأول للعمل والمشاركة في تدعيم الصحة الإنجابية، كما أشدنا بالدور الذي تقوم به سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو لمكافحة العادات الضارة وممارستها، مطالبات أنفسهن بالموضوعية وتفعيل كل البرامج التي جاءت في مبادرة تمكين المرأة والعادات الديمقراطية للشباب الأفريقي.